طيب في حال وصلنا إلى ساعة الصفر من انتهاء المهلة، مهلة عملية نبع السلام، هل ستقدم تركيا على بدء عملياتها من جديد أم ستنتظر ربما الوصول إلى حلول أخرى مع الولايات المتحدة وربما مع روسيا؟ لا طبعا لن يكون هناك تمديد، هذا ما صرح عنه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لن يكون تمديد لوقف إطلاق النار أو للعملية أو ما يسمى تعليق العملية العسكرية، ولكن ربما بداية من الغد تبدأ عملية التمشيط لكشف إذا كان هناك خلايا نائمة أو هناك ما تبقى من هذه المجموعات، ولكن إذا ما ثبت أن ما تزال هناك بقايا لهذه المجموعات فسيتم معالجتها عسكريا، لن يتم الانتظار ولن يتم تمديد المهلة، والمهلة انتهت بعد ساعات قليلة تكون انتهت بالمطلق، وبالتالي ما بقي فسيتعرض لما تم ذكره آنفا المواجهة العسكرية، لأن هذه العملية تنتهي أو عملية التعليق تنتهي مساء هذا اليوم. طيب سيد يوسف، كيف تصف يعني اقتراح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لتمديد تعليق العملية العسكرية عملية نبع السلام، وكيف تقرأ أيضا رد الرئيس التركي عليه؟ ماكرون دائما يغرد خارج السرب، ماكرون دائما يتكلم وكديك الذي خدماه يعني ملوثتان بالطين وهو لا يعلم ما يقول، عليه أن يعني يراجع حساباته وعليه أن يهتم بأمور شأن بلده، ليس له تأثير كلام ماكرون في هذا الموضوع، ولا تركيا لا تنصت لا لماكرون ولا غير ماكرون. المفروض أن فرنسا كانت أن تدعم تركيا في هذه العملية العسكرية، فرنسا كانت من أشد الممانعين لهذه العملية العسكرية، وهي من أشد الداعمين بالمناسبة لجهود المنظمات الإرهابية في بناء وحفر الخنادق، رأينا أن شركات فرنسية كانت تمد المجموعات الإرهابية البي واي دي واي بي جي قصد وغيرها بالإسمنت لبناء وحفر الخنادق، لذلك تركيا ردت برد مناسب، وأتوقع أن كان رد رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص واضح المعالم. تركيا ترفض اللقاء مع إرهابيين، ومن يلقى الإرهابيين ويلتقي معهم هو داعم لهم، وبالتالي لا قيمة لكلامهم. جميل. طيب حول الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا، يعني هناك تصريح لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه ستبقى يعني بعض الوحدات وبعض القوات الأمريكية حوالي 200 جندي أمريكي في المنطقة لحماية الآبار النفطية في المنطقة، ما تحليلك لذلك سيد يوسف؟ يا سيدي أمريكا هون السؤال يطرح نفسها بقوة، لماذا هي موجودة أصلا؟ يعني من الذي أحضر أمريكا إلى هذه المنطقة؟ من الذي أعطاها هذا الحق لتتواجد أصلا؟ 23 قاعدة عسكرية أمريكية موجودة، من قال لها من سمح لها أن تأتي؟ روسيا وإيران ربما لهم غطاء حكومي دعوة من قبل النظام الذي يقصف شعبه، ولكن أمريكا هي جاءت للنفط طبعا، وبالتالي لن تتخلى عن النفط، ولديها مطامع استراتيجية سواء النفط والغاز والماء فيما يسمى سوريا المفيدة، وبالتالي هي تعهدت بالانسحاب، ولكن أتوقع بأن هنالك صراع مؤسساتي داخل أمريكا بين البنتاغون والبيت الأبيض، ترامب يريد أن ينسحب، البنتاغون لا يريد أن ينسحب لأن هنالك مكاسب كبرى ومخططات استراتيجية ومن أهمها النفط. الـ200 جندي ليسوا لمحاربة داعش، لاستغلال الثروات، ليس لحماية البترول وإنما لسرقة البترول داخل سوريا، وبالتالي هذه التصريحات أتوقع بأنها تفضح الدولة الأمريكية. يعني هل تتوقع أن يكون هناك تنازل من وحدات الحماية الكردية، تنازل عن هذه الآبار لصالح الولايات المتحدة مثلا؟ العلاقة معقدة أصبحت الآن بعد أن انسحبت معظم القوات الأمريكية، العلاقة متوترة جدا بين البي واي دي وبين القوات الأمريكية، هل ستتنازل لصالحهم؟ ما المقابل؟ هل ستبقى البي واي دي من أجل من؟ هل ستنسق مع روسيا مع النظام؟ الوضع معقد جدا، أشبه بحقل ألغام أو بقطعة شطرنج، رقعة شطرنج. أتوقع بأن البي واي دي هي لن تسلم ذلك بسهولة إلا إذا ما أخذت ضمانات من أمريكا، لأنها ستحصل على مقابل حماية لها ربما في المناطق التي هي خارج المنطقة الآمنة، وتزويد بالسلاح ودعم لنشاطها العسكري.